محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبنائه الكرام وجميع السائرين على نهجه هذه الولادة الكريمة، ولادة الحوراء زينب عليها السلام. ونبارك لكم أخوة الحضور هذه المناسبة، ونشكر كل من حضر وتجشم عناء البرد، فإنها إن شاء الله مكتوبة في صحيفة أعمالكم. وبخمسة جماد ولدت الحورة، بهذا اليوم واستبشر رسول الله. وبخمسة جماد ولدت الحورة، بهذا اليوم واستبشر رسول الله. ولدت بنت فاطم أم حسن وحسين، وعقيقة لزينب توزعت على الفقراء. أذن باليمين وقام باليسرى، سنة من النبي للآل والعترة. ومشت شيعة علي بتطبيق هالسنة من ذاك الزمان وحتى هالفترة. وحسين الوقف أوثار لجل الدين، يحتاج الأخر إيه زينب الحورة. وبمجلس يزيد ومجلس ابن زياد، ذكرتهم بابوها وامها الزهرة. لما انخطبت بمسجد رسول الله، وكل ظالم ظلمها اخذت الحصرة. قصر يزيد اهتز لفصاحتها، كشفت لقنعة وانطتهم الصفرة. كشفت لقنعة وانطتهم الصفرة. يسعدنا ويشرفنا أن يفتتح احتفالنا الكريم هذا بآيات من الذكر الحكيم، رجل طالما كان في خدمة القرآن، قصدت به الأخ الحاج لطيف. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى، ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها
فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. آمنا به كل من عند ربنا. صدق الله العلي العظيم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان ولشهداء الإسلام رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. أحسنتم عندي طيب الله أنفاسكم. والآن مع صوت زينبي مقاوم للظلم ثائر عليه، مع صوت فيه حنين جنوب المقاومة والفداء، قصدت به صوت خادم أهل البيت عليهم السلام الصادق في مونتريال الحاج فؤاد نحلة. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. إن شئت الصلاة مرتين لكي تلقى الإله قرير عيني، فواحدة على حب زينب وثانية على حب الحسين. الأكوان يرحمه أقضي له حاجة باللطف يرعاه. لم يستجب لدعاه لم يستجب لدعاه الله، لا عجب إذ كان ينقصه مفتاح دعواه. لو بات طول عمر بالدعاء لهجا يرجو الإجابة لن يصغى لرجواه. إلا إذا افتتح حفل الدعاء إلا إذا افتتح الداعي الحفل بما يرجى القبول وبه والله يرضاه. مفتاح كل حفل بل وخاتمه صلى الإله على الهادي وقرباه. يوم القيامة نورها غشاني وبنظرة ملكت
جميعك يا لي شعر يضيع الليل بين خصاله والصبح حار بوجهها النوراني نحوي أتت بقصر مائس وتمايلت فتضعضعت أركاني من أنت قلت تبسمت من أنت قلت تبسمت وتعجبت من كنت أحسب عاشقي ينساني إني خليلتك التي أحببتها في عالم الدنيا بكل تفاني إني الصلاة على النبي وآله ربي إليك اليوم قد أهداني. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان. أنتم محمد وآل محمد. في المسألة الشعر وحب فكر عن بيت زوجتي مش موجودة معلش بأخذ بس معذور أحسنتم. أول قول مبداه ومنتهاه بسم الله الرحمن الرحيم الجواد البر الكريم والحمد لله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومعاذا من بلائه ووسيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم صلاة من شرفت الصلاة بالصلاة عليه سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مصابيح الظلم وعصم الأمم ومنار الدين الواضحة ومثاقيل الفضل الراجحة صلى الله عليهم أجمعين صلاة تكون إزاء لفضلهم ومكافأة لعملهم وكفاء لطيب أو لطيب فرعهم وأصلهم. السلام على بنت أنبياء الله، السلام على زينب الكبرى، السلام عليك أيتها الفاضلة الرشيدة، السلام عليك أيتها العاملة الكاملة، السلام عليك أيتها الجليلة الجميلة، السلام عليك أيتها التقية النقية، أيتها المظلومة المقهورة، ورحمة الله وبركاته. أصحاب الفضيلة والسماحة، سماحة سيدنا الفاضل السيد أبو رسل، أيها الحفل الولائي الكريم، إخواني وأخواتي، سلام من الله عليكم وعليكن ورحمة منه وبركاته. عطر الله مساءكم بأنوار أهل العطر والعصمة محمد وآل محمد. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان بمناسبة ولادة عقيلة الطالبيين الحوراء زينب، فعلى حبها وهدية منا لها رحم الله من رفع صوته بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا بنورج يا بنت حيدر واخت عباس، هلا بنورج يا بنت حيدر واخت عباس، تضل قبتج تشع غصبا على الأرجاس، لأن بأمر الإله القبة ما تنجاس. أخوتها أرواح الكبتش نفتيها، أرواح الكبتش نفتيها، أرواح الكبتش نفتيها، أرواح الكبتش
نهني الطاهرة والهاشمية الحسن وحسين والتسعة الميامين بولادة زينب وخير النساوين أخوتها أخوتها عالعالم بيها نتباهى عالعالم بيها نتباهى عالعالم كانت عايمة الود بادم بشرها وما تقدر تحل كلفة بشرها حتى الباري بالفرحة بشرها بشرها بولادة بيت علي حامل حمية صلي على محمد وآله ترفع عيني ترفع عيني ولا أعرف شرفها لأن الباري عالفرحة شرفها شرفها زينب هادي زينب هادي والباري شرفها شرفها على كل النساء دون الزكية صلي على محمد وآل محمد أحسنتم هذه نص طرفة صغيرة أو نكتب لسنة 1914 حين الحرب العالمية الأولى احتل الإنجليز العراق ودخل 17 حسب الرواية ودخلوا بالعمارة وبنوا كنيسة جايبين معاهم قسيسين وحابين ينصروا على العراقيين يجعلوهم مسيحيين قالوا لكل عراقي يصير نصراني بنطيب له الذهب وهذول كلهم فلاحين وعلى بساطتهم كلهم كبلوا ما شايفين الليرة قبل هيك جماعة والله جمعهم القس جمعهم القس المسيحي في الكنيسة يوم الأحد وصعد القس المنبر وكان يذكر معجزات المسيح عليه السلام من إحياء للموتى إبراء الأكمة هذول سمعوا المعجزات وسووا صلوات على محمد وآل محمد أول علامات التنصير هذا القس سمع وصار عصبي قال شنو أنا عدد لكم معجزات المسيح وأنتوا صايرين مسيحيين تصلوا على محمد وآل محمد صلى على محمد وآل قالوا عفوا بعض ما نسوي صلوات لكن الشيعي والمؤمن الطبيعي صاير الصلوات جزء من دمه وروحه ذكر معجزة ثانية هم سووا صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد هذا قام يسب على المنبر انتو كذا كذا انتو جذابين شلون مسيحيين انتو قالوا بعد خلص التوبة آخر مرة كمان هذا مسير حديث وذكر معجزة ثالثة بدون اختيار صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد قال ولكم يا جذابين جيبوا الفلوس جيبوا الفلوس اطلعوا برا قالوا لا والعباس من صلي على صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ابناء فاطمة روح القدس عبدكم وثابت حول عرش الله اسمكم أقول والقلب لا يهوى غيركم يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله المصطفى المختار جدكم والمرتضى والد والطهر أمكم يكفيكم كفاكم من عظيم الشأن أنكم
لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما حملت سيدتنا ومولاتنا جوهرة العصمة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها بنت رسول الله بابنتها الصديقة الصغرى والعقيلة الكبرى زينب عليها السلام كانت لا تجد في بطنها ألما ولا وجعا وكانت تجد خفة واتساعا ولما جاءت ليلة ميلادها دخل أمير المؤمنين عليه السلام على الزهراء وهو يقول يا فاطمة يا فاطمة أبشري وقري عينا فلقد أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أنك تلدين ابنة صديقة زكية فلما أراد الله تعالى أن يشرف الأرض بنور سيدتنا ومولاتنا بزغ النور من الزهراء صلوات الله عليها فبينما هي كذلك جالسة لا تحس بألم ولا وجع فإذا بها قد وضعت بالحوراء زينب. سلموا عليها أفضل السلام حي الست زينب ابنة الكرام سلموا عليها أفضل السلام حي الست زينب ابنة الكرام وحي الست زينب ابنة الكرام وحي الست زينب ابنة الكرام وحي الست زينب ابنة الكرام سلموا عليها أفضل السلام وحي الست زينب ابنة الكرام سلموا عليها وحي الست زينب ابنة الكرام وحي الست زينب ابنة الكرام وحي الست ابنة الكرام وحي الست زينب تقية طاهرة نقية زينب تقية طاهرة نقية وبالنسب غنية بأحمد والإمام وبالنسب غنية بأحمد والإمام ويا ابنة الكرام يا ابنة الكرام ويا ابنة الكرام ويا ابنة الكرام سلموا عليها أفضل السلام حي الست زينب ابنة الكرام سلموا عليها وحي الست زينب زوار المقام وحي الست زينب ابنة الكرام وحي الست زينب ابنة الكرام وحي الست زينب ابنة الكرام وحي الست زينب جينا حتى نزورك نوفي كل ندورك وجينا حتى نزورك نوفي كل ندورك ويطوى علينا نورك ونزور المقام ويطوى علينا نورك ونزور المقام يا
الكرام يا بنات الكرام أو يا بنات الكرام يا بنات الكرام سلموا عليها أفضل السلام وحيوا الست زينب حيوا الست زينب ابنة الكرام وحيوا الست زينب ست زينب جينا وشموعك ضوينا ست زينب جينا وشموعك ضوينا واهتفنا ونادينا عليك السلام واهتفنا ونادينا عليك السلام يا ابنة الكرام يا ابنة الكرام ويا ابنة الكرام يا ابنة الكرام صلوات على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد ولو انه استأذنت من الاخ ابو ياسر اذا تعطيني كم دقيقة حديث منكم انا بستأذن اذا اطلت عليكم حديث الهنا يمكن سامعينه اروي ان شاء الله في ضخ من الرحمة والفرج على شيعة آل محمد. يروى أنه بعد حادثة التصدق المذكورة في القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم الرابع بعد نزول الآية وأفطر معهم وبعد أن فرغوا من الإفطار قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله ما تشتهون فسكتوا قال الحسين عليه السلام يا جد إني أشتهي رطبا جنيا فدعا رسول الله فجاءه جبرائيل عليه السلام بصحن رطب جني من الجنة فوضع أول رطب في فم الحسين عليه السلام ووضع الثانية في فم الحسن عليه السلام ووضع الثالثة في فم الزهراء عليها السلام ووضع الرابعة في فم علي عليه السلام ووضع الخامسة في فم علي عليه السلام ووضع السادسة في فم علي عليه السلام فسألته الزهراء عليها السلام لماذا أعطيت كل واحد رطيبة واحدة إلا علي أعطيته ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لما أطعمت الحسين سمعت ملائكة الأرض تقول هنيئا مريئا يا حسين ولما أطعمت الحسن سمعت ملائكة السماء تقول هنيئا مريئا يا حسن ولما أطعمتك سمعت ملائكة الأرض والسماء تقول هنيئا مريئا يا زهراء ولما أطعمت علي سمعت الله سبحانه وتعالى يقول هنيئا مريئا يا علي فأحببت أن أسمعها ثانية فأطعمته الثانية فسمعت الله سبحانه وتعالى يقول هنيئا مريئا يا علي فأحببت أن أسمعها ثالثة فأطعمته فسمعت الله سبحانه وتعالى يقول هنيئا مريئا يا علي وعزتي وجلالي يا محمد وعزتي وجلالي يا محمد لو أطعمته إلى يوم القيامة لكررتها إلى يوم القيامة صلوا على محمد يا من يكون شفيعي عند خالقه في ساعة الحشر إن وافاني الطلب إني إليك بأبناء لك انتسب مستشفع فلعلي منك أقترب ساداتنا البر ساداتنا البر من أبناء فاطمة طه
طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من نسل فاطمة. أنعم بفاطمة قد شرف النسب. بوركت يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء، يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى. بوركت يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء، الله يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى. والست زينب نور العين وخديجة الكبرى، والست زينب نور العين وخديجة الكبرى. بوركت يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء، الله يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى. الله بوركت يا فاطمة الزهراء، يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى. والست زينب نور العين وخديجة الكبرى، والست صلوا على أهل المختار رسولنا الأعظم. الله حيوا علي خير الأبرار إمامنا الأكرم. الله وعلى الحسن نور الأنوار يا سعد من سلم، وعلى الحسن نور الأنوار يا سعد من سلم. بوركت يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء، يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى. بوركت يا فاطمة الزهراء، يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى. والست زينب نور العين وخديجة الكبرى، والست زينب سلامنا لرسول الله من قد أتى بكتاب الله. سلامنا لرسول الله من قد أتى بكتاب الله، ومن به قد أسرى الله جل من أسرى. ومن به قد أسرى الله جل من أسرى. بوركت يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء، يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى. والست زينب نور العين وخديجة الكبرى. صلوات على محمد وآل محمد. ضوى منور جمادى بمولد الحوراء، ضوى منور جمادى بمولد الحوراء. تهاني الحيدرة الطاهرة الزهراء، اسم زينب يظل من أجمل الأسماء. أخوتها للمهد اليوم مهنينا، للمهد اليوم مهنينا، للمهد أحسنتم أعجبكم الله ما قصرتم، كل عام وأنتم بخير. رزقنا الله في الدنيا زيارة السيدة الطاهرة زينب عليها السلام، وفي الآخرة شفاعتها وشفاعة جدها وأمها وأبيها وإخوتها، بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم وطيب الله أنفاسكم وجعلكم دائما في خدمة الحسين عليه السلام وأخته الحوراء زينب. والآن مع جندي مجهول من جنود وخدم جده الحسين عليه السلام، الذي طالما حاول إخفاء نفسه ولكن أعماله في خدمتهم تفضحه وتظهره،
وهكذا كل أعمال الخير الخالصة لوجهه وعد الله عز وجل بأظهارها. قصدت به السيد سلام الموسوي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. طبعا ورد المقدمة وحبيبنا كلنا هيك من سيد السلام، اسمحوني. السلام عليكم، أسعد الله أيامكم، كل عام وأنتم بخير. حقيقة هاي على السرعة يعني بعض لترتيب الأجواء بعض الأسئلة يعني هي بسيطة، يعني شغلة بسيطة نريد مشاركتكم حتى تصير شوية انتراكتف مثل ما يقولوا، تم إعدادها يعني خلال دقائق. أكو أسئلة، أي واحد يجي يتطوع من الإخوان يسحب له سؤال يجاوب لنا عليه. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كذب علي شاف الإجابة رأسه. ماكو إجابة. بس هو يعرفها. طلع على السؤال معاملاتي. يكره الحلف في المعاملة للبائع لو كان صادقا ويحرم لو كان كاذبا، صح أم خطأ؟ صح. صلوات على محمد. إجابة صحيحة. الله صل على محمد وآل محمد. شفتوا سؤال سهل وبسيط وسريع وأخذ لجائزة وده بيعنيني كمان. أحسنت، نحن عند محل إن شاء الله. أخ ثاني متطوع آخر صاحب محل ثاني. أحسن، صلوا على محمد وآل محمد. الله تعالى بسم الله على محمد وآل محمد. هذا سؤال من وحي الأحداث الحقيقة، يعني هو للمعلومة أكثر مما هو يعني للاستفادة للجميع إن شاء الله. ما الذي حدث في مدينة كيبك يوم الأحد الماضي؟ جواب صحيح. أكيد الكل يعرفون واحد من الكيبكيين دخل على مسجد وقتل 6 أشخاص. أكيد من الناس اللي متأثرين بالداعشيين وأخذ موقف سلبي و مثل ما يقولون برد قلبه بهالمساكين اللي بالمسجد قتلهم. صلوات على محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. يعني للتوضيح شوية، هو القاتل المجرم هو فرنسي من كيبك، يعني من مدينة كيبك، هو يعني متطرف ضد المسلمين أصلاً، يعني قد يحمل نفس أفكار الدواعش من ناحية العنف والإجرام، بس هو يعني متطرف يميني خلينا نقول من الناس اللي ضد الإسلام، قتل 6 أو 5 أو 8 بجروح خطيرة بالمستشفى. والحادث الشيء الجيد يعني عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، الشيء الجيد اللي من تبعاته أنه صارت مثل ضربة على رأس كل المتطرفين والمتعصبين أو المغفلين الموجودين، فصارت دعوة لإعادة النظر بسياساتهم ضد المسلمين وضد الجاليات وضد الأقليات، ولعلها تكون يعني فيها فائدة على المدى البعيد إذا استغليناها ودافعنا عن حقوقنا وأصرينا على يعني أخذ حقوقنا وانتزاعها، لأن كما تعلمون الحقوق تنتزع ولا تعطى، فيجب يعني الاستمرار في إظهار الإسلام الحقيقي، التعامل بإيجابية مع المجتمع، التواصل مع الجيران بالعمل، وإظهار صور حسنة دائما بتصرفاتنا، لأنه أكو أمثلة حقيقية فادت هاي التصرفات. مثلا في أحدى ولايات أمريكا
صار عندهم فيضان قبل فترة، والمسجد الموجود بالمدينة معناها هي المنطقة متعصبة ضد المسلمين ويمينية متطرفة، بس المسجد كان ما متأثر بالفيضان، فهو لم الناس واجتمعوا بالمسجد اللي تهدمت بيوتهم إلى أن ما تصلحت بيوتهم ورجعوا لبيوتهم. فهذا الموقف الناس ما نسوا من إجت الانتخابات والحكومة الحالية الأمريكية وقبلها، بعض المتطرفين حرقوا هذا المسجد، فلما حرقوه الناس الآخرين اللي بالمدينة اللي هم استفادوا من المسجد تذكروا موقف المسجد معاهم، فهم فتحوا بيوتهم وأجروا مكان للمسلمين حتى يقيمون صلاة الجمعة به. فكان هذا الموقف البسيط من المسجد ومن الجالية بمساندتهم يعني قطفوا ثماره بعدين لما صارت الأحداث ضد المسلمين. فإحنا نفس الشيء نقدر دائما نكون إيجابيين ونبين الصورة الحقيقية للإسلام والأخلاق المحمدية الأصيلة، لا سيما وإحنا في ذكرى أهل البيت يعني في ذكرى ولادة العقيدة. تعال السلام عليكم. سؤال متبرع ثالث. مصطلح الهرقطة عند المسيح ما المقصود به؟ هرقطة. خلي أبوي جاوب عنه. هو أريد أبوي جاوب عنه. وأنا ما موجود. يقول الدجل. أنا مو أبو متبني. يعني هو قريب راح نحسبك إياه صح. يعني هو يعني الهرقطة يعني الخروج عن الدين. فالدجل يعني فهم. قريب جدا. أحسن. صلوا على محمد وعلى محمد. شوف شنو السؤال. شلون نختار واحد هاي كلهم رافع يديهم؟ واحد ما رافع يده. شو اسمه الأخ؟ تعال أنت حبيبي. سألت أبوها. سألت أبوه؟ إيه. أول واحد. أول واحد هنا. لا لازم واحد ثاني. خذ حسين. من حسين؟ حسين جات لتسكي من الخلف. أنا ما أعلم. بإمكانك هذا هم عتلا ما يعرف لازم أفيده. بإمكانك ترك قراءة السورة الثانية لو لم يكن عندك متسع من الوقت في الصلاة، يعني بالصلاة بالركعة الثانية بالصورة من تقرأ الصلاة تقرأ الفاتحة وتقرأ صورة، فالصورة الثانية اللي بعد الفاتحة ممكن إنك ما تقرأها لو كنت مستعجل ماكو وقت الصلاة راح تصير قضاء مثلا، صح أم خطأ؟ سأل أبوك. صحيح. صلوا على محمد وآل محمد. يعني بس مرة ثانية حتى الخاف ما نفهم زين. بإمكانك ترك قراءة السورة الثانية لو لم يكن عندك متسع من الوقت في الصلاة. بعد ماكو سؤال، أكو بس آخر جائزة. نريد واحد منكم يتفضل وهو يطرح سؤال. واحد من الإخوان هو يطرح سؤال. حصل الجائزة أبو علي. أنت عندك خوش أسئلة ها؟ لا شكرا. يلا تفضل. لا تأتم وسوع. يلا يا ونس. واحد زين. أي واحد متفضل. يلا السؤال عاد ست زين يعني راح تكون تاريخية. يلا سألتك ما حد راح يجاوب عليها. قوم ياخذ الجائزة ويرتاح. يعني يلا الحجي. الحجي اي يوم واي سنه واي شهر ولدت السيده زينب؟ هذه فعلا يعني كرامه لها ولاده السيده زينب ولادتها. اذا السؤال للنساء اليوم والشهر والسنه حتشوف في اي يوم في اي شهر في اي سنه كانت ولاده السيده زينب عليه السلام.
يقطع الانترنت. بخمسة جمادة خمسة جمادة سنة خمسة هجرية شهر جمادة شهر الخامس. إذن يوم خمسة شهر جمادي الأولى اللي هو الشهر الهجري الخامس بالسنة الخامسة الهجرية خمسة 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 هذا الحج أبو منتظر من مؤيدي القائمة خمسة 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 مع بس أبو علي تسألك شو لك علاقة بالانتخابات العراقية أحسنتم أحسنتم وكل عام وأنتم بخير وبارك الله فيكم. أحسن سيدي. أحسنتم سيدي طيب الله خاصكم. والآن مع حفيدي شقيقي زينب عليها السلام شرفنا لإحياء احتفالنا الزينبي هذا بعد أن تشرفنا بحضوره كل يوم جمعة ليكون إماما لنا ليكلمنا عن عمته الطاهرة الزكية زينب عليها السلام قصدت به السيد ثامر الشوكي نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللوبي الرجيم أول ذكر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين المصطفى الأحمد أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم إن شاء الله نقدم التهنئة إلى مقام مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه وكذلك نقدم التهنئة بهذه المناسبة الميمونة إلى مقام المرجعية إن شاء الله حفظها الله تعالى ونهنئكم بهذه المناسبة التي تتجدد في كل عام مولد السيدة زينب سلام الله عليها. يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث في الآيات سياق الآيات في سورة طه والقول لنبي الله موسى وأخيه هارون الحديث لموسى في البداية بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنأيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات التي تتحدث عن رجلين أحدهما من أولي العزم وهو موسى سلام الله عليه حتى نعرف مقام زينب سلام الله عليها ومن نور زينب نعرف أو نستمد من نور زينب سلام الله عليها نستلهم القوة خاصة نساءنا بناتنا أولادنا أحبابنا في بلاد الغربة. زينب جاءت إلى بلاد
هي بلاد غريبة طبعاً، وإن عاشت فيها أيام خلافة أبيها، أيام خلافة الإمام أمير المؤمنين في الكوفة، لكنها ما بارحت بيت الخلافة، حتى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في أيام خلافته كان الناس يأتون إليه يستأذنون من أمير المؤمنين ويطلبون ويلتمسون من أمير المؤمنين لكي تأتي النساء إلى بيته لتهنئ زينب في أيام العيد، في الأيام المناسبات المباركة، ليهنئوا زينب ويعايدوا زينب، على اعتبار أن زينب ابنة الخليفة، ابنة الإمام أمير المؤمنين. كان الإمام يمنع دخول النساء لبيته واللقاء بزينب سلام الله عليه. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين لا يريد أن تتحدث النساء عن زينب سلام الله عليها إذا ما خرجوا من بيته ويوصفوا زينب للرجال، للرجال هؤلاء النساء الذين يلتقون بزينب. الآية تتحدث عن نبيين أوحى الله سبحانه وتعالى وأمرهما بأن يذهب إلى فرعون من فراعنة الزمان، وهو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، لكن مع ذلك قال ربنا إننا نخاف من هذا الطاغي أن يتجبر علينا، وهم الرجال، وهم الذين يواجهون معترك الحياة. لكن زينب سلام الله عليها ماذا صنعت؟ ولماذا ادخرت زينب؟ ولماذا أخرجت زينب سلام الله عليها؟ ماذا واجهت زينب؟ نحن حينما نستذكر ونستلهم من زينب سلام الله عليها نستمد منها العون والقوة، وخاصة نساءنا في هذه البلاد، التحديات التي تواجه نساءنا بناتنا من هذا المجتمع الغريب علينا بأخلاقه بطباعه. لكن بدأت الأحداث تظهر، لو أن أحداث هذه الأحداث التي مرت على في الأسبوع الماضي، ما جرى في مدينة كيلك، والأخ سيد سلام أسهب في ذلك جزاه الله خيرا، لكن لو أن أخلاق النبوة وسيرة أهل البيت وذكرى أهل البيت ما صنعوا وكيف كانوا يواجهون طغاة زمانهم، لو أن تلك السيرة، الإمام الصادق سلام الله عليه يوصي الشيعة كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، يعني بتعاملكم بحسن المعاملة الإنسان. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إنما الدين المعاملة. الصلاة يقول عنها، يعبر عنها القرآن الكريم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أنا ذكرت يمكن في أحد الخطب في أيام الجمعة أشرت إشارة بسيطة، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هو مدى تأثرك بالصلاة من حركات، من أقوال، ينعكس تباعا على تصرفاتك وعلى أفعالك وأقوالك في بيتك، في محيطك، في الشارع، في تعاملك مع الآخرين. ولهذا السؤال الذي قرأه الأخ حينما خرجت قرعته بالسؤال العملي من الحياة العملية، أن الإنسان إذا تعامل مع الآخرين عليه أن يكون صادقاً ويكره، وإن كان صادقاً أن ينطق بلفظ الجلالة، أن يحلف، وإن كان صادقاً يكره للإنسان أن يقسم على بضاعته، واتبع الحرمة تكون أكبر إذا أقسم عليها كاذباً. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا من ذلك. لكن حينما نستذكر زينب سلام الله عليها ومصداقها في القرآن في هذه الآيات الشريفة، زينب ماذا واجهت؟ أعتى عتات زمانها، عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه، ذلك الرجل الباغي العتل الزنيم، حينما واجهته زينب سلام الله عليها وأرادت زينب، أراد أن يستشفي من زينب وأراد أن يستثير حفيظتها. والإنسان إذا أردت أن تختبر الإنسان مهما على، فقط حرك فيه أعصابه وترى إنسانا يتغير مهما تلبس بالدين بالوقار،
حرك أعصابه وترى ماذا يصنع. ولهذا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مهما أراد الأعداء أن يغيروا من سيرة أهل البيت صنعوا ما صنعوا معهم. الإمام الحسن والإمام الحسين حينما يسيرون في سكك المدينة ويلتقي بهم أناس من أهل الشام، أول ما يبتدؤون بمقابلة أهل البيت ويعرفون أن هذا الشخص هو الإمام الحسن أو الإمام الحسين يبدأون بسبهما. لكن بماذا يواجهون أهل البيت؟ لو أن ألتقي بشخص، أنا شخصيا أو أتحدث عن نفسي، لو أني ألتقي بشخص ويبادرني ابتداء بالسب والشتم من غير أن أعرف لذلك سبب، أعصابي تنهار وأبادره بما بدأ. لكن أهل البيت الله سبحانه وتعالى حينما اختارهم على علم، زينب، هل أننا نقدس زينب سلام الله عليها لأنها ابنة أمير المؤمنين، لأنها ابنة فاطمة الزهراء، لأن جدها النبي الأكرم، لأن أخوها الحسن وأخوها الحسين، لأن أخوها أبو الفضل العباس، هل لذلك نقدر زينب سلام الله عليها؟ أم لأن زينب سلام الله عليها جسدت كل معاني الإيمان بصورة عملية؟ الصلاة، قلنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ليست فقط على السجادة حينما تتوجه إلى الكعبة بصلاتك، تتوجه إلى القبلة، وإنما الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي تكون في تعاملك مع الآخرين. زينب سلام الله عليها في اليوم العاشر جسدت الصلاة بصورة عملية. ماذا صنعت؟ زينب تنظر إلى أولادها مجزرين وأولاد أخوتها أضاحي مجزرين، ومشت تسعى إلى جسد المولى أبو عبد الله الحسين، لكن ماذا صنعت؟ زينب سلام الله عليها حينما وصلت إلى جسد المولى وضعت يديها تحت جسده الشريف ورمقت السماء بطرفها وقالت قولتها الشهيرة: اللهم تقبل منا هذا القربان. ما نظرت إلى أولادها، ما نظرت إلى أخوتها، وكل ذلك وزينب تحافظ على طهارتها، تحافظ على عفتها، حتى أن سائلا يسأل حينما برزت وهي المجبرة حينما أخرجت من خيامها بعد إحراقها وقتل أهل بيتها وبرزت، تساءلوا فيما بينهم من هذه؟ قالوا هذه زينب ابنة أمير المؤمنين، وهي الثكلى، وهي المنكوبة بما جرى عليها، لكن مع ذلك انفرج لها جيش صماطين حتى وصلت إلى جسد المولى. هذه زينب ما كانت لتحدث كل تلك الأحداث أمام عينيها لولا أنها قد تمالكت نفسها وجسدت الصبر يمشي على قدميها حتى وصلت إلى جسد المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله. ولكن مع ذلك، مع تلك المصائب والنكبات، في ليلة 11 من المحرم يلتفت إليها السجاد سلام الله عليه وهو العليل المطروح على فراشه، فيجد عمته جالسة إلى جنبه بعد أن فرغت من صلاتها. قال: عمّ أتصلين من جلوس؟ يعني حتى في تلك النكبات الإنسان يذهل إذا مر به خطب مريع، فكيف إذا بفلذة الكبد؟ أحد الأشخاص يقول: تنازعت مع شخص على جمل، على بعير، تنازعت معه، كل يدعي لهذا الشخص أن البعير له، حتى وصلوا إلى القاضي. هذا الشخص صاحب الجمل المتنازع عليه يقول: أنا عندي حجة أن هذا الجمل لي. قال: وما حجتك؟ قال: اذبحوا هذا البعير، هذا الجمل، هذه أنثى، اذبحوها، سوف تجدون في كبدها أو في قلبها صدعين
لأني ذبحت أمامها فصيلين، ابنين من أبنائها ذبحتها أمام عينيها. يقولون لما ذبحوا هذا الجمل فإذا بقلبه أو بكبده هناك صدعين في ذلك الموضع، فعرفوا أن هذا صادق في قوله. زينب سلام الله عليها حينما نظرت إلى أحداث كربلاء وما جرى في كربلاء أمام عينيها، ما التفت إلى أولادها الذين ضرجوا بالدماء، وما التفتت إلى فلان ولا إلى فلان، إنما التفتت إلى المولى أبو عبد الله. كل شيء يهون في سبيل إمام زمانها، ونحن في بلاد الغربة هنا علينا أن ننظر، نتأسى بالحوراء زينب سلام الله عليها وما صنعت، لأنها أسوة لنا ولكم برسول الله أسوة حسنة. زينب أسوة للنساء، عليها أن تأخذ منها الدروس، تستمد منها العزيمة. في بلاد الغربة ندعو بناتنا نساءنا أن يقتدين بزينب سلام الله عليها، هذه المرأة التي مرت عليها النكبات وما تركت الصلاة التي كان يحدث عنها الإمام زين العابدين. ليست صلاة الفرض، ليست صلاة الواجب، وإنما هي صلاة الليل، ولكن أجهدها التعب وهد ركنها ما مر بها وما تركت صلاة الليل، إنما صلتها من جلوس لما مر بها من محن وآلام، لكن ما تركت، وهي فضيلة وهي مستحبة وليست بواجب على زينب سلام الله عليها. نحن في هذه المناسبة، مناسبة ولادة الزهر زينب سلام الله عليها، ابنة الزهراء ابنة أمير المؤمنين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتأسين السائرين على نهجهم، المتمسكين بهديهم والمقتدين بهم، لأننا لو اقتدينا وتمسكنا بهديهم، ثقوا يا أخوان، لو أننا أوصلنا ما كان أهل البيت يدعون ويلهجون به، لو أوصلنا رسالتهم إلى هذا المجتمع لتأثروا به ولعم كثيرا من السلام. هذه الصورة التي حدثت في كيبك قبل أسبوع ما كانت لتحدث لولا الأحداث التي قامت بها أنفار ضالة، نقلوا الصورة المشوهة التي شوهوها بأيديهم عن الإسلام، نقلوا للعالم الغرب الإسلام المشوه، الإسلام الذي يكبر وهو يقف على جثة الضحية، الضحية يتشهد والذابح بيده السكين يذبح وهو يكبر، الاثنين مسلمين وواحد يكبر ويذبح والثاني يتشهد ويستسلم لمصيره الذي أجبر على أن يصل إليه. هذه ما كانت لتصل الأحداث، وهذه الجرأة التي يتجرؤون بها على أن ينتهكوا حرمة المساجد ويغتالوا الناس المصلين، لولا التهاون الذي وصل إليه حال المسلمين، لولا تلك الصورة التي أوصلوها بعض النفر الضال الذين أوصلوا الصورة المشوهة عن الإسلام، لو أننا أوصلنا الصورة السمحاء التي نقلها الله سبحانه وتعالى وعبر عنها أحسن تعبير، وكلام الله خير كلام، قال عن نبينا وإنك لعلى خلق عظيم، وقال عنه في آية كريمة وإنك لعلى خلق عظيم، حينما أشاد بخلقه الطاهر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فغاية الرسالة، رسالة النبي تجسدت بأخلاقه وهي منتهى الرحمة، التي كان يبكي وتنحدر دموعه على خديه وهو المصطفى وهو قائد المدينة، يبكي على جنازة مرت على أمام أبصاره، ينظر إليها وتتحادر دموعه على خديه، يقول جنازة يهودي هذه نفس أو هذه روح أفلتت مني إلى نار جهنم. كان يتحسر، ولهذا تأسى به الحسين سلام الله عليه وجسد تلك الأخلاق حينما وقف أمام الجيش الذي اصطف أمامه كالسيل و
وهم يتسابقون لقتله تحاذرت دموعه على خده. رأته زينب، رأت تلك الدموع، قالت أبا عبد الله أرى دموعك على خدك، أمن ضعف أمن خشية؟ قال لا، أنا ابن أبيك ولكني أبكي على هؤلاء يدخلون النار بسببي. هذه رحمة الإسلام، يبكي على قاتله. لو أننا نقلنا تلك الصورة إلى هؤلاء لتغيرت كثير من الأفكار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا رسل سلام ورسل محبة، ننقل صورة أهل البيت إلى هذا المجتمع الذي أضافنا واستضافنا. ورأيتم تلك المشاعر التي عبر عنها رئيس أعلى سلطة في هذه الدولة، عبر عن مشاعره بدموعه حينما استقبل المهاجرين. قبل أيام استقبل شخص كان قد استقبله قبل عام ورآه وقد مر عام، هذا الشخص المهاجر السوري، تحاذرت دموعه، لم يملك دموعه لأنه مر على هذا الإنسان عام كامل وصل إلى هذا البلد. هسه أنا باللغة مو قوي لكن ما أعرف شنو، لكن تعبير الدموع وهي تسيل من أعلى سلطة في هذا المجتمع يعني شيء يعبر عن مدى الإنسانية التي يحملها هذا الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمكن رجال الدين المتصدين لشؤون الجاليات الإسلامية لكي يوصلوا الصورة المشرقة، لكي تعبر تلك الصورة بقوانين تضمن حقوق الجالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفقين لذلك والمتمسكين بهدي النبي وآل بيته الطيبين الطاهرين. وآسف للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم سيدنا، مأجورين. أحسنتم سيدنا، طيب الله أنفاسكم. واقعا زينب هذا الجبل الشامخ، هذا الجبل الذي يواجه كل الطغاة ليكسر صوتهم بصوت علي وصوت فاطمة، إنها زينب التي يقف الكلام أمامها وتتلثم العبارات أمام صمودها. ذكرني السيد حفظه الله برحمة الإسلام ورحمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. عندما حصلت هذه الحادثة، أنا في موقع الشغل، جوني اثنين من النساء طبعا المسيحيات يبكون على ما حصل في كيبك ويعتذرون مني وكأنهم هم من قاموا بالقتل. فرددت عليهم هذا دليل على أن ليس للإرهاب من جنسية وليس للإرهاب من لون، الإرهاب هو إرهاب في كل مكان وفي كل زمان. فقد عانت زينب عليها السلام من الإرهاب، ونعاني نحن في بلادنا من الإرهاب، وقد وصلت آثار الإرهاب إلى هذه البلاد الآمنة. نسأله تعالى أن يقينا شر الأشرار وطوارق الليل والنهار، وأن يحفظ المؤمنين بحفظه، وأن يوفقنا في خدمة أهل بيت الرحمة عليهم السلام. جعلنا الله وإياكم من خدام زينب والسائرين على نهجها. شكراً لحضوركم، شكراً لاحتفالكم هذا، وإلى أن نلتقي بكم إلى احتفالات سعيدة قادمة. أنتم معنا تشرفونا على سفرة زينب عليها السلام، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. محمد وآل محمد. سنت.